بيجو. مين عم يصرخ؟ شو في سرحات؟ في شرطي واقف برا. افتحوا الباب جاي احاكيكم. جنيت بعد ما قلعتك الدولة؟ شو عم تساوي هون؟ سمعت انك عم بتحقق والشاب ما عم يتعاون، قلت بيجي بساعدك. رح اسأل محمود سؤال ورح يجاوبني بلا ما تعذبوا للزلمة على الفاضي. من وين جايب هالثقة بحالك؟ وبدون سلاح كمان؟ طولوا بالكم، ما بدك. إذا ما حكيت مع رفيقي من هون لخمس دقايق رح يجيب المنظمة كلها لهون، وهذا طبعاً إذا ما تركتوني شوف شغلي مزبوط، وأنا بالمقابل ما رح أزيكن أبداً. عم يكذب، رح أوصل.